أدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة جيش الاحتلال على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت الخارجية في بيان لها إن التصعيد الاستيطاني الراهن يغلق الباب نهائيا على أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل دولتين، ويكشف زيف أسس ومرتكزات الدعاية الأمريكية حول ما تسمى بصفقة القرن، خاصة وأن مفهوم الصفقة يتطلب موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عليها.